السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات المدارس الثانوية الفنية للتمريض. Welcome to your channel. يتجدد اللقاء مع طلاب وطالبات الصف الثالث. Terminology علم المصطلح Unit 6 الوحدة السادسة. وياريت قبل ما نبدأ نعمل سبسكرايب في القناة ونفعل الجرس عشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة، ويلا بينا نبدأ درسنا النهاردة. Unit 6 الوحدة السادسة عنوانها ايه؟ Poisoning in children، تسمم الأطفال. Poisoning in children، تسمم الأطفال. درس في غاية الأهمية في حياتنا وهيفيدنا كتير جدا جدا. Poisoning in children، تسمم الأطفال. Poisoning accidents، حوادث التسمم. حوادث التسمم. Accidents in the home، الحوادث التي تحدث في المنزل are much too common، شائعة ومنتشرة جدا. Are much too common، شائعة جدا. Especially، خاصة. Since هنا بمعنى لأن. Since many can be avoided، لأن الكثير منها يمكن تجنبه. Can be avoided، avoided يعني يمكن تجنبه. خد بالك ان كان بي يليها التصريف الثالث في حالة المبني للمجهول. كان بي avoided by taking a few simple precautions، عن طريق اتخاذ احتياطات قليلة جدا وبسيطة. few يعني قليل، simple بسيط، precautions احتياطات، احتياطات قليلة وبسيطة. precautions. Some of the more serious accidents، بعض الحوادث الأكثر خطورة. The more serious، serious يعني خطير. Are poisoning incidents، حوادث التسمم. ويا ترى إيه الفرق ما بين incidents و accidents؟ Accidents الحوادث التي فيها تصادم مثلا، أما incidents أحداث يومية متكررة. Incidents involving children، يتضمن الأطفال، بما في ذلك الأطفال. involving يعني بما يشمل الأطفال. when young children، الأطفال الصغار. explore the world، عندما يستكشفوا العالم. explore يعني يستكشف. they use all their senses، يستخدموا كل حواسهم. Including بما في ذلك. Including taste التذوق. فشيء طبيعي جدا. They typically put everything، يضع كل شيء. Typically يعني بشكل نمطي أو معتاد أو تقليدي. Typically in their mouth، يضعون كل شيء في فمهم. To find out what it is، ليكتشفوا ما هذا الشيء. For this reason، لهذا السبب. لذلك adults البالغين. must make sure، يجب ان يتاكدوا. make sure يتاكد. that children، ان الاطفال. do not have access to، have access to يعني يمكنهم الوصول. access يعني يصل الى او يمكنه الوصول الى. have access to anything poisonous، لا يمكنه الوصول الى اي شيء سام. poisonous يعني سام. وهنلاحظ هنا يا جماعة في الباراجراف ده ان دي اجابة السؤال العاشر. هقول yes واقول السبب. accidents in the home are much too common، وده اللي بيخليها تتجاوز حوادث الطرق. وعندنا كمان اجابة السؤال الاول، ايه الشيء النمطي بالنسبة للاطفال؟ they typically put everything in their mouth to find out what it is، لكي يكتشفوا ما هذا الشيء. It is surprising، من المدهش. surprising يعني مدهش. just how many ordinary household articles، how many كم عدد. ordinary يعني عادي أو معتاد. household articles يعني الأشياء والسلع المنزلية. household منزلي. articles سلع أو أشياء. are dangerous، خطيرة. in this respect،
في هذا المجال. In this respect على بعضها كده معناها في هذا المجال. لو أنا ترجمت كلمة respect لوحدها يا شباب هيبقى معناها يحترم أو احترام، لكن in this respect هنقولها في هذا المجال اللي هو مجال التسمم يعني. To make the home safe، لكي نجعل المنزل آمنا from poisoning من التسمم. It should be examined، يجب أن يفحص. خد بالك should هنا فعل ناقص يلي في حالة المجهول be ثم التصريف الثالث. Should be examined، يجب أن يفحص carefully بعناية. One room at time، كل غرفة على حدة. Any potentially harmful، potential يعني محتمل ممكن، harmful يعني ضار. Substance، خد بالك ان sub تكملتها stance كلمة واحدة، عندما ينتهي من السطر يا جماعة بضع هايفن شرطة كده واكمل الكلمة تحت. يبقى any potentially harmful substance، اي مادة محتمل ان تكون ضارة، should be identified، يجب ان تحدد. identified نتعرف عليها. and either is locked، اما يقفل عليها away or stored او تخزن somewhere في مكان ما out of the children's reach، بعيدا عن متناول الاطفال. out of the children's reach، بعيدا عن متناول الاطفال. طبعا reach هنا يا جماعة اسم وليس فعل، معناها يصل الى ومعناها هنا children's reach يعني متناول الاطفال او ان يصل الاطفال اليها. cleaning materials، مواد التنظيف. cleaning materials are usually kept، تحفظ عادة. in the kitchen، في المطبخ. often in a low cupboard، في دولاب منخفض. cupboard يعني دولاب. under the sink، sink يعني حوض المطبخ، تحت حوض المطبخ. where they are easily، ويمكن بسهولة. accessible، accessible يعني يمكن الوصول إليها. accessible to curious children، curious يعني إيه؟ يعني فضولي. curious children، الأطفال الفضوليين، وطبعا كل الأطفال فضوليين. وهنلاحظ هنا يا شباب إجابة السؤال الثاني، cleaning materials، الأشياء السامة والضارة في المطبخ، منهم cleaning materials، مواد التنظيف. potentially dangerous products include، potentially يعني من المحتمل. dangerous خطير، products منتجات، include تشمل. يبقى المنتجات المحتمل أن تكون خطيرة تشمل إيه؟ chemicals المواد الكيميائية، and detergents يعني المنظفات. that come often، تأتي غالبا. come often in colorful containers، كلمة colorful يعني إيه؟ يعني زاهي الألوان، زاهي الألوان. containers أوعية، تأتي في أوعية زاهية الألوان جذابة بالنسبة للأطفال. that appeals to معناها يروق لي، يحلو لي. that appeals to small children، والتي تحلو لي وتجذب الأطفال الصغار. while the scent، scent عن الرائحة. scent السي هنا silent. رائحة of some detergents، رائحة بعض المنظفات. also tends to be، tend to يعني يميل لي، tends to يميل لي. أن تكون attractive يعني جذابة، تميل أن تكون جذابة. attractive يعني جذاب. as strange as it may seem، ويبدو الأمر غريبا. nasty tastes يعني الطعم الكريه. nasty يعني كريه أو بغيض أو سيء. don't seem لا يبدو. to put children off أن يبعد الأطفال. put off معناها يبعد الأطفال عن إيه؟ عن experimenting، عن التجريب، إن هو يجرب الشيء further أكثر من مرة. يعني إيه؟ يعني حتى الرائحة الكريهة بتاعة المنظفات والمواد الكيميائية لا تمنع الأطفال من تجربة
هذه الأشياء أكثر من مرة. All kinds of detergents، كل أنواع المنظفات. And cleaning products، ومنتجات التنظيف. Which often contain، والتي تحتوي على chemicals، مواد كيميائية. That are poisonous، سامة. To children، بالنسبة للأطفال. Plant fertilizers، يعني سماد النباتات. Plant fertilizer، سماد اللي بنحطه للنباتات التي توضع في المنزل. This is extremely dangerous، خطيرة للغاية. ونلاحظ هنا يا شباب تكملة إجابة السؤال الثاني، الأشياء الضارة والسامة في المطبخ، منها الكيميكالز والديترجنتس اللي هي المنظفات. ديترجنتس، المنظفات. Used in automatic dishwashers، التي تستخدم في غسالات الأطباق الأوتوماتيك. أوتوماتيك يعني تلقائي أو ذاتي. These are highly caustic، سامة جدا. Caustic يعني سام جدا أو بدرجة عالية. And therefore، لذلك. Very dangerous، خطيرة. If they are consumed، إذا تم استهلاكها أي تناولها. Consumed، consumed. These products، هذه المنتجات. Should be moved، يجب أن تنقل. To a locked cabinet، إلى دولاب مغلق. locked هنا معناها مغلق، وcabinet يعني دولاب. Where children، حيث الأطفال. Cannot see، لا يمكنهم أن يروها. Or reach them، أو يصلوا إليها. It's not enough، ليس كافيا. To simply store them، أن تخزنهم ببساطة. store يعني يخزن. On a worktop، على أعلى مكتب أو ترابيزة مثلا. worktop على سطح شيء. Since children، لأن الأطفال. Are excellent climbers، be silent، لأن الأطفال متسلقين ممتازين. يعني لا أضع على سطح شيء يكون ظاهر أمام الأطفال، لأنه سيصل إليها، حيث أن الأطفال excellent climbers، متسلقين ماهرين. medicines، الأدوية. cosmetics، cosmetics يعني أدوات التجميل. creams، الكريمات. and lotions، lotions. اللوسيون، المستحضرات تجميل. contain، تحتوي على. harmful substances، مواد ضارة. such as، مثل الايه. الكحول، 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 الكحول. طبعا هي نفس الكلمة، لان هو الكحول كلمة عربية دخلت الى اللغة الانجليزية. that may poison a child، والتي يمكن أن تسمم الطفل. ميني تابلتس، الكثير من الأقراص. تابلتس، الأقراص بتاعة الأدوية. ميديسينز، الأدوية. هيربال ريميديز، العلاج بالأعشاب. هيربال ريميديز يعني أدوية عشبية. and even، even يعني حتى. فيتامينز، الفيتامينات. are dangerous، خطيرة. for children، بالنسبة للأطفال. We should remember، يجب أن نتذكر. that children، أن الأطفال. are less tolerant، tolerant يعني متسامح. less tolerant، أقل تسامح. than adults، من البالغين. adults يعني بالغين. طب إيه علاقة التسامح بالتسمم؟ بمعنى أن الكمية الصغيرة سوف تؤثر في الأطفال، أما الكبير adults قد لا تؤثر. يبقى الأطفال أقل تسامحا من البالغين. and even small quantity، وحتى كمية صغيرة. may be poisonous، قد تكون سامة. may be poisonous، قد تكون سامة. وهنلاحظ هنا شباب إجابة السؤال الثالث، إيه الأشياء السامة في الباثروم؟ medicines، cosmetics، creams، tablets، medicines، herbal remedies. such items، مثل هذه الأشياء. should always be kept، يجب أن تحفظ.
should be والباص بارتيسيبل مبني المجهول. In a locked cabinet في دولاب مغلق. That the children حيث الأطفال do not have access to لا يمكنها أن يصلوا إليها. Any medicine أي دواء should be put back يجب أن يعاد. Should be والتصريف الثالث يجب أن يعاد إلى مكانه. In the cabinet في هذا الدولاب immediately في الحال مباشرة after use بعد الاستعمال. طبعا دي use استعمال هننطقها use لأنها اسم، إنما لو نطقناها use يبقى ده الverb يستخدم. Remote controls الريموت كنترول يا جماعة جهاز التحكم عن بعد. For electronic equipment للأجهزة الإلكترونية. May contain قد يحتوي small mercury batteries بطاريات تعمل بالزئبق. mercury يعني زئبق، وطبعا الزئبق مادة سامة جدا. Which can cause poisoning قد تسبب التسمم. If swallowed إذا تم ابتلاعها. swallow يبتلع. cigarettes and tobacco والتبغ. التبغ هو المادة التي تستخدم في صناعة جميع أنواع السجائر. are often left غالبا تترك lying around ملقاة حولنا. بعد ما الناس دخل تترك عقب السجائر مرمي أو في الطفايات مثلا. tobacco التبغ in all forms في كل أشكاله is an extremely dangerous. extremely يعني الغاية، dangerous خطير، مادة خطيرة للغاية. poison سم خطير للغاية. and just one cigarette stub عقب سيجارة واحدة. عقب يقصد هنا مؤخرة وطرف السيجارة. may poison a child قد تسمم الطفل. all kinds of tobacco كل أنواع التبغ. should be kept يجب أن تحفظ. out of the reach of children بعيدا عن متناول الأطفال. ولاحظ هنا شباب number 4 إجابة السؤال الرابع. remote controls و cigarettes tobacco وطبعا دي الحاجات السامة في living room في غرفة المعيشة. mini house plants الكثير من النباتات المنزلية. الكثير من النباتات المنزلية. and garden plants ونباتات الحدائق. garden هنا معناه حديقة المنزل. are poisonous سامة جدا. if eaten إذا تم أكلها وتناولها من قبل الأطفال. if we have small children إذا كان لدينا أطفال صغار. any poisonous house plants أي نباتات سامة. even حتى. if the are placed إذا وضعت out of reach بعيدا عن متناول الأطفال. يعني ممكن نضع النبات في مكان عالي، هذا النبات سيتساقط منه الأوراق، يبقى الخطورة ما زالت إيه قائمة. should not be kept at home لا يجب أن يوضع في المنزل. as لأن. leaves may fall to the floor الأوراق قد تتساقط إلى الأرض وتصل إلى الأطفال. plant poison often cause blisters السم الموجود في النباتات غالبا ما يسبب blisters يعني بثرات. blisters and يعني و or أو يعني الاثنين يظهروا مع بعض أو واحدة منهم. ulcers يعني قرح. بثرات وقرح. in the children's mouth في فم. in the child's mouth في فم الطفل. or his tongue او اللسان. may start swelling يبدأ في التورم. swelling يعني تورم. طبعا start يليها الفير بلس ing. ونلاحظ هنا شباب اجابة السؤال الخامس. هو بيقول لي هل كل النباتات سامة؟ هقول له no. But many house plants الكثير منها and garden plants are poisonous if eaten
ليست كلها ولكن الكثير منها. We should check. يجب أن نفحص ونتأكد. Which of the plants growing in the garden, التي تزرع في الحديقة. That may have leaves. قد يكون لها أوراق. Berries. Berries يعني ثمرات. Flowers. زهور. Or fruit. أو ثمار. Which could poison a child. قد تسمم الطفل. A garden shed. شد هنا نقصد بها الغرفة التي تحفظ فيها أشياء الحديقة. garden shed is likely to contain. قد تحتوي على contain, تحتوي على decorating materials, مواد التنظيف, paint, الطلاء, مواد الطلاء, paint, paint اللي هي الألوان, البويات, methylated spirits. methylated spirits يعني حاجات تحتوي على الميثان والأشياء الروحية. تربنتين. تربنتين وهو مادة تستخدم في تخفيف الطلاء. زيت التربنتين. بلانت فيرتلايزرز. سماد النباتات. ويد كيلر يعني مبيد للأعشاب الضارة. ويد كيلر. باربيكيو فاير لايترز. باربيكيو اللي هو الشواء. فاير lighters ولعات نار الشواء. and many more substances والكثير من المواد that are all extremely poisonous سامة للغاية. garden sheds الغرف الموجودة في الحدائق should be locked يجب أن تغلق at all times طوال الوقت يجب أن تكون مغلقة دائما. When we have guests, عندما يكون لدينا ضيوف, politely we should ask them. politely يعني بأدب. يجب أن نطلب منهم بأدب. not to leave, ألا يتركوا cigarettes, السجائر, or medicines, أو الأدوية. where the children can get their hands on them, حيث يمكن للأطفال الوصول إليها. طبعا هنا إجابة السؤال السادس number 6. families العائلات should be vigilant. vigilant يعني متيقظ. يجب أن تكون العائلات متيقظة when taking their children عندما يأخذون أطفالهم to visit friends لزيارة الأصدقاء particularly خاصة those who don't have small children أولئك الذين ليس لديهم أطفال. يعني لما نروح نزور ناس ما عندهمش أطفال طبعا احتياطات الأمان لن تكون بالقدر الكافي. themselves and may not be aware قد لا يكونوا واعين. aware يعني واعي of the potential hazards بالمخاطر المحتملة. potential hazards around their home في منزلهم. we should find a diplomatic way يجب أن نجد طريقة دبلوماسية يعني بأدب واحترام. diplomatic يعني دبلوماسي. to suggest أن نقترح that our hosts أن hosts يعني المضيف صاحب البيت move any toxic substances أن ينقل أي مادة سامة. toxic يعني سام. substances to a safe place إلى مكان آمن. that our children are particularly curious حيث أن أطفالنا بيكونوا إيه curious فضولي خاصة particularly خاصة curious فضولي and they have a tendency لديهم ميل. tendency يعني ميل رغبة to open interesting looking bottles. interesting looking يعني إيه يعني شيق أو جذاب المنظر. يفتحوا الزجاجات الجذابة. an eye should be kept on our children يجب أن نضع أعيننا على أطفالنا يعني نأخذ بالنا منهم at all times في كل الأوقات. طيب يا ترى لو حصل حادث تسمم try to stay calm حاول أن تكون هادئا.
and call a doctor وتتصل بالطبيب immediately في الحال. وطبعا دي إجابة السؤال السابع number 7. The doctor will need as much of the following information as possible. الطبيب سوف يحتاج هذه المعلومات بقدر الإمكان. What did the child eat or drink? ماذا أكل أو شرب الطفل؟ How much? وكم أكل أو شرب؟ الكمية. Find out وحاول أن تعرف وتكتشف whether it is one tablet or half a bottle. يا ترى أخذ قرص مثلا من الدواء ولا يا ترى شرب نصف زجاجة من مادة معينة؟ When the child is taken to accident and emergency وعندما يؤخذ الطفل إلى قسم الطوارئ accident and emergency emergency يعني طوارئ some of the substance بعض من المادة يعني لو قدرت تأخذ جزء من المادة التي تناولها الطفل ياريت that the child has eaten or drunk أكلها أو شربها should be taken يجب أن تؤخذ معك إلى قسم الطوارئ. يا ترى ليه؟ هيتم بتحليلها ونعرف ايه المادة السامة اللي موجودة في هذا الشيء. Inactivated charcoal الفحم الطبي الغير نشط is often used يستخدم غالبا in hospital emergency department في قسم الطوارئ في المستشفى. طبعا الفحم الطبي الموجود في المستشفى وليس في الصيدليات لان موجود في الصيدليات ليس بنفس التركيز الموجود في المستشفى. As an antidote antidote يعني مضاد للتسمم antidote in cases of poisoning في حالات التسمم. large doses جرعات الكبيرة are used تستخدم to prevent the poison لكي نمنع السم being absorbed أن يتم امتصاصه from the stomach من المعدة. يبقى إذن نستخدم جرعات كبيرة لمنع امتصاص المعدة للسم. Inactivated charcoal tablets أقراص الفحم الطبي are available متاحة to buy from pharmacies أن يتم شرائها من الصيدليات but these are for treatment of indigestion ولكن الموجود في الصيدليات يستخدم لعلاج عسر الهضم indigestion عسر الهضم and flatulence الانتفاخ only فقط and should not be used ولا يجب أن يستخدم at home في المنزل to treat poisoning لعلاج التسمم. يا ترى ليه؟ as the dose لأن الجرعة they contain التي تحتويها الأقراص الموجودة في الصيدليات is far too small صغيرة جدا جدا جدا. طبعا هنا إجابة السؤال التام. In some cases في بعض الحالات of poisoning في التسمم the doctor will recommend يوصي الطبيب that the child إن الطفل should take milk يجب أن يتناول الحليب milk. Induced vomiting القيء العمد induced vomiting القيء العمد or forcing the child to throw up اللي هو إجبار throwing forcing an إجبار الطفل or forcing the child to throw up إجبار الطفل على القيء throw up هنا بمعنى القيء is necessary ضروري جدا يعني يشرب حليب ثم نقوم بالقيء العمد. Only in some cases في بعض الحالات of poisoning بعض حالات التسمم يعني يشرب حليب ثم يضع أصبعه في فمه أو أصبع أحد الكبار البالغين في الفم لكي يتم القيء. This should be done only if we know exactly طبعا ده هيتم لو عرفنا تماما أو بالضبط what has poisoned the child ما الذي سبب تسمم الطفل لأن في بعض الحالات رجوع المادة السامة تاني في الممر في فم الطفل قد يؤدي إلى كارثة أكبر. If the child has swallowed a caustic substance
لو ابتلع مادة سامة it could be extremely dangerous قد تكون خطيرة للغاية for them to vomit أن يتم بعملية القيء أن يقوم بعملية القيء so always we should get medical advice first يجب أن نحصل على النصيحة الطبية أولا يعني نعرف المادة التي تناولها الطفل وقرار الطبيب أولا Although it is important بالرغم أنه مهم to keep an eye on our children أن نراقب الأطفال as much as we possibly can قدر الإمكان it is simply not possible ببساطة ليس ممكنا to know what they are up what they're up to 100% يعني لن نراقب الأطفال 100% of the time مش طوال الوقت عينينا على أولادنا for this reason لهذا السبب when it comes to preventing poisoning عندما نحاول منع التسمم the most important and the practical measure الإجراء الأكثر أهمية والعملي practical يعني عملي وميجر يعني إجراء is to ensure أن نضمن ونتأكد toxic substances أن المواد السامة are completely out of reach in the first place أن المواد السامة بعيدا عن المتناول أو متناول الأطفال في المقام الأول in the first place في المقام الأول وهنا إجابة السؤال التاسع ويلا بينا نشوف بعض الكلمات طبعا هذه ليست كل الكلمات يا شباب new vocabulary poison poison طبعا هنا ان يعني noun يعني ده اسم antidote antidote explore potential potential طبعا هنا مكتوب طاقة او كاملة امكانية برضو او قدرة the sink البلوعة أو حوض المطبخ سنت سي سايلنت سنت فيرتلايزرز فيرتلايزرز طبعا ما فيش اس هو الاس انضافت فعلا لوشن 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 نجمعها لوشنز ميركري 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 بويزونوس بويزونوس ادجكتيف يعني صفة بريكوشنز بريكوشنز اكسس اكسس ايدنتيفايد appeal to detergents detergents cosmetics cosmetics tolerant blisters swell toxic flatulence vomit vigilant indigestion caustic ensure ويلا بينا نشوف الأسئلة التي أجبنا عليها في النص answer the following questions number one what's typical for children ما الشيء المعتاد والنمطي بالنسبة للأطفال number two what's poisonous in the kitchen ما الشيء السام في المطبخ mention three things أذكر ثلاثة أشياء number three what's poisonous in the bathroom ما الشيء السام في الحمام number 4 what's poisonous in the living room ما الشيء السام في غرفة الجلوس أو المعيشة number 5 are all plants poisonous هل كل النباتات سامة طبعا احنا قلنا no ولكن many الكثير منها بيبقى سام number 6 what should we ask our guests to do ماذا يجب أن نطلب من ضيوفنا أن يفعلوا number 7 what should we do if a child is poisoned ماذا يجب ان نفعل اذا تسمم الطفل number 8 which medicines are used ما الادويه التي تستخدم number 9 how can we protect our children كيف نحمي اطفالنا number 10 do you think that accidents at home exceed these or those on the road هل تعتقد ان الحوادث في المنزل تتجاوز وتتخطى وتزيد عن الحوادث في الطرق طبعا yes why لماذا الإجابة قلناها because they are very common لأنها شائعة وكمان we can avoid them يمكن أن نتجنبها
Complete the following sentences. أكمل الجمل التالية. Families should be. العائلات يجب أن تكون vigilant. Vigilant. متيقظة. When taking their kids for a visit. عند أخذ أطفالهم في زيارة. Number two. Garden sheds should be locked. Locked. يجب أن تغلق all the time. طوال الوقت. Number three. Children typically put. الأطفال يضعون everything in their mouth. كل شيء في الفم. Number four. As strange as it may seem. قد يبدو غريب. Nasty tastes. Nasty tastes. الطعم أو الطعوم الكريهة. Don't stop children from experimenting. لا تمنع الأطفال من تجربة الشيء. Number five. Alcohol may. الكحول ربما. Poison children. يسبب الأطفال. Number six. Cigarette stops. Cigarette stops. عقب السجائر أو عقاب السجائر are dangerous. خطيرة. And may poison a child. قد تسمم الطفل. وبكده يا دكاترة نكون وصلنا لنهاية يونت 6 الوحدة السادسة. وما تنسوش لايك وشير للفيديو وكمان سبسكرايب في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.